طلبة الصيدلة اللي كانوا واكبوا أبانوا على الوعي ديالهم خلال هذا المسلسل النضالي. احنا كنخوض واحد المسلسل النضالي منذ أزيد من 7 أشهر دفاعا منا على مجموعة من المطالب من أجل ضمان جودة تكوين طبيب وصيدلي الغد. هذا العمل وهذا الحراك النضالي تم تتويجه بمجموعة من التجاوزات اللي كانت كتضرب في حريتنا في كإطارات تمثيلية، سواء في العمل النقابي، سواء في التظاهر، سواء في الاحتجاج، وفي خرق صريح وضرب واضح لكل ما يقتضيه الدستور، المعاهدات الدولية اللي كتضمن لنا الحرية في التعبير. وفي هذا الإطار نود التعريف بمسلسل شعبة الصيدلة خلال هذا الحراك، ابتداء من الاجتماعات اللي كانت يوم 15-16 دجنبر، اللي توجهت بواحد المحضر اتفاق الذي تم رفضه من طرف الطلبة نظرا لأنه لا يرقى لمستوى تطلعاتهم، نظرا لأنه ما كيتجاوبش مع المطالب ديالهم اللي هي مطالب أكاديمية بحتة تصب في إغناء جودة تكوين صيدلي الغد. مطالب عبارة عن تطوير مجموعة من التخصصات، عن رفع الضبابية، عن السلك الثالث، أننا ضمان وتوفير مجموعة من التدريب لا داخل مختبرات البيولوجيا، لا داخل مختبرات صناعة الأدوية، مواكبة الزيادة المهولة في أعداد الوافدين اللي ما كتكونش مواكبة بنيات تحتية ولا اللوجيستيك ولا اللي كتضمن جودة تكوين الصيدلي. من بعدها كان واحد الاجتماع اللي كان من المزعم عقده مع وزارة الصحة يوم 3 يناير واللي تلغى بسبب وزارة التعليم، لأنه بصريح العبارة قالوا لنا باللي حنا هذا الاجتماع غادي يتأجل من بعد تراجع الاجتماع والغاو، لربما لو كان تلاقوا معنا ذاك النهار كنا نقدروا نحلوا هذه الأزمة التي عمرت طويلا. من بعدها وبعد ما أننا حطينا طلب اجتماع استجبوا لنا مورا شهرين ديال الصمت حتى 16 فبراير، وهذا الاجتماع كان هو مجرد اجتماع صوري آخر يجب أن نضيفه إلى قائمة الاجتماعات الصورية اللي دوزنا. إذا إلا كان كيقول لنا السيد الوزير 14 اجتماع صوري، تشي واحد فيهم مبني على نقاش بناء وفعلي. مثلا الوساط الاجتماع الأخير اللي كان مع الفرق البرلمانية كان اجتماع بناء اللي كان فيه نقاش ممكن يفضي إلى حلول تقدر تنهي لهذه الأزمة وتحد من النزيف اللي كاين دابا داخل تكوين أطباء وصيادلة الغد. من بعدها كان توج الاجتماع ديال 16 فبراير بواحد المحضر اللي هو شفوي، ومن هنا كتطرح السؤال، حنا كطلبة صيدلة دابا 7 شهور وحنا كنتسناو على الرغم من أنه كان واحد التجاوب اللي مقبول مع المطالب ديالنا ما كانتش كتوج محضر اتفاق، لماذا ما كيحاولوش يسنيو معنا محضر اتفاق؟ لأنه إحنا ذاك المحضر أولا يصون لنا الحق في التتبع، يصون لنا الحق في الوجود كإطار نضالي وطلابي وتمثيلي، يصون لنا الحق في بحالك إحنا باعتبارنا شريك اجتماعي خاصهم يسنيو معنا باش نلتزموا كاملين. محضر اتفاق اللي غادي يلزم جميع الأطراف، هما كوزارة وحنايا كطلبة، لكن لماذا هذا التعنت؟ علاش بالضبط؟ فاش كنسولهم كيقولك راه غير ورقة، حنا الضمانة، لا ثقة إلا في الوثيقة، لأنه حنايا ما غاديش نعاودوا نفس السيناريو لا ديال الأساتذة، لا السيناريو ديال الشغيلة الصحية وعدم التزامهم بمجموعة من الوعود، حنايا بغينا محضر اتفاق اللي غادي يتوج لنا جميع الاجتماعات. اذا هذا المحضر هذا ما تسناش وبقات علامه استفهام، علاش؟ واش هي سياسه منهوجه من طرف المسؤولين انهم ما يبقاوش يوقعوا محاضر الاتفاق باش يجددوا النضال الطلابي بصفه عامه؟ ما عرفناش. اذا هذا السؤال ديما كنسولوهم ما كيجاوبوش علينا. من موراها كنقاطع الحوار من مورا 16 فبراير لمده 5 أشهر حتى يونيو جات مع المبادره الحكوميه، 5 أشهر اللي درنا فيها واحد الجوله على مجموعة من الفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة من أجل التعريف بقضيتنا، من أجل توضيح الملف العالقة واللي كنا كنحاولوا بشتى الوسائل، ودرنا كما ذكر الزميل ديالي أكثر من 100 اجتماع باش نوصلوا الصوت ديالنا، لكن المسؤولين ما جاوبوناش، ما تجاوبوش معانا، ما كانش واحد الليونة واحد الرشد في التعامل واحد التحلي بالمسؤولية كنا كنحسوا به غائب، بل على عكس ذلك كنحسوا باللي كلما حنايا كنزيدوا الازمه كتزيد تحتد، ما كيزيدوها الا احتقان عن طريق القمع، عن طريق التوقيفات، عن طريق العقوبات المنزله علينا، عن طريق التطويقات الامنيه الرهيبه اللي كتكون اللي كطول المسيره السلميه ديالنا اللي كانت في ماي، عن طريق مجموعه من الانتهاكات الحقوقيه التي لا تبت للقانون بصله. اذا حنايا كنندوا ونستنكروا بشده هذه السياسه المنهوجه من طرف المسؤولين
واللي كتنهج هذه الجهات الوصية في تعاملها مع ملفنا الذي لا يستدعي إلا الحكمة، لأن المطالب ديالنا مطالب عادلة وكنعاود نأكدها أكاديمية بحتة تصب في صالح الحفاظ على أهلية القطاع الصحي في بلادنا، تصب في صالح المواطن والمواطنة المغربية من أجل ضمان حقهم في أنهم يتعالجوا من طرف أناس اللي أكفاء، أطباء وصيادلة اللي أكفاء. إذا إحنا يا كنبغيو كنحملوا المسؤولية للجهات المسؤولة وخصوصا وزارة التعليم العالي إلى ما آلت إليه أزمة طلبة الصيدلة، لأنهم طلبة اللي تعذبوا 7 شهور وما جالسين في الشارع، 7 شهور وما كيطالبوا بالحوار، 7 شهور وما كيطالبوا بمحضر اتفاق، 7 شهور وما كيطالبوا بمجموعة من المطالب اللي عادلة ومشروعة، ولكن هما ما بغاوش يتجاوبوا معنا. علاش؟ واش هو تعنت؟ واش كيسحب لهم حنا دراري صغار كيبداو يدويو مع الاولياء ديال الامور ديالنا كما كيسميوهم، اما هما اباء ابائنا وامهاتنا اللي على راسنا وعينينا واللي ساندونا في القضيه ديالنا طول هذا المسلسل وطول هذا الحراك. كنعاود نجدد النداء، كنتمنى بعدا كنتمنى المبادره الحكوميه اولا، ومن وراها كنتمنى حتى اللقاء اللي كان مع رؤساء الفرق البرلمانية اللي كان فيه واحد النقاش يقدر يفضي المجموعة من الحلول اللي لربما تصب في صالح إنهاء الأزمة. إذا مورا 5 شهور ديال الصمت كان جا داك الاجتماع اللي كانوا فيه الوزراء بثلاثة. هذا الاجتماع كان عبارة عن اجتماع صوري، لأنه ببساطة وبصريح العبارات قال لينا باللي هادو ماشي مفاوضات، حنا اش غنقولوا لكم 1 2 3 قبلتوا يا مرحبا، ما قبلتوش أبخوندغ والسي، وغادي يدخلوا. كانت إعادة برمجة الامتحانات بطريقة أحادية بدون تشاور معنا ولا حتى شاركينا ولا حتى يعلمونا، على الرغم من أننا كنا كنزيد واحد الخطوة للأمام باش أننا نحلوا هذه الأزمة. إذا حنا كنحاولوا نديروا جميع المجهودات باش وكنحاولوا نلين، وكنا ديما لينين في الحوار ديالنا، وكنا قدمنا مجموعة من التنازلات ومجموعة من الإشارات اللي كتدل على حسن النية ديالنا، ولكن كانت ديما كنا كنتجابه بسوء النية بهذا المصطلح، لأنه فاش كنأجلوا المسيرة، فاش كنحضروا الاجتماع كاملين على الرغم من أننا موقوفين 16 طالب موقوف، ومع ذلك نلبي النداء وكنحضروا الاجتماعات، كنحضروا الاجتماعات باش نلقاو حلول لهذه الأزمة، لكن نجابه بالرفض والسكوت. وبالنسبة لطلبة الصيدلة على ذكر المقترح الحكومي كنتقبل ب 90%، لكن موراها كنتفاجئ بأن المسؤولين مابقاوش كيجاوبونا في الهاتف، مابقاوش كيجاوبونا كيقطعوا علينا التليفون. إذا واش هذه هي الطريقة اللي غنتعاملوا بها مع صيادلة الغد؟ إلا كان البلاد ديالنا باغا تمشي في طريق صناعة الأدوية ودير واحد الاكتفاء ذاتي، خاصة تمن الموارد البشرية وتمن الصيادلة والصيدلانيات ديال الغد، خاصة تعنى بهم وتوفر لهم جميع الشروط باش أنهم يحاولوا يزيدوا بهذا الميدان القدام، لأن هذا الميدان هو مستقبل البلاد، ومن أجل إنجاح كاع الأوراش اللي كتعاون في النهوض بالقطاع الصحي ديالنا. وختاما زعما باش نختم المداخلة ديالي، يحز في صدورنا أننا كنعيشوا أحلك فترات القطاع الصحي وقطاع التعليم، كنشوفوا باللي لا الشغيلة الصحية لا الطلبة ديال الطب والصيدلة حتى هما كيعانيوا منذ 7 أشهر ولكن لا مجيب حتى الآن.